الطريق الى المدينه القديمه وتحت طلب العديد من الناس خصوصا الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج. غادي ندير لكم فلوق في المدينه القديمه وتشوفوا لي زونتيكيتي، تشوفوا الاشياء اللي نتوما توحشتوها. كنتمنى هذه الحلقه هذه تنال الاعجاب ديالكم. هذا اوتيل المريني، هادي عينا سليتن، وهذا اوتيل الجامعي. كتشوف الطبيعه لان فاس كلها الجبال دايرين بها. هذه ساحة رصيف، ساحة كبيرة، وفيها داك الباب اللي كتشوفوه بعيد هو باب سيد العواد، منه كندخلوا للمدينة القديمة. وفي هذا الاتجاه هذا كنلقاو أشهر الأسواق في مدينة فاس، هو سوق رصيف. والله إلا هذا ديال المدينة. ما تصوركش انت با، ما تصوركش انت. هانتي جا شوف. لا شفتك شفتك. غير المقله اللي عندك. شحال السفنج؟ 16 درهم. الكيلو. كيشهي. صبر ياك شي. كيتسكن بلا سفنج. بركة عليها بركة عليها. كمل. ما كان ياكل شي الله يهديك. كاين اللي كيكون السفنج بالبيض ياك. هذا السي السباعي اللي كيبيع الخليع والشباكية، أحسن واحد فاس كيبيع الشباكية والخليع الحلوة الفلالية وكلشي. هاد السيد هذا في هاد البلاصة هادي الناس كيلوحو الفلوس صدقة للشرفة زعما ديال مولاي إدريس. هذا مولاي إدريس، مولاي إدريس هو منشئ مدينة فاس. شنو تقدر تقول لنا على مولاي إدريس؟ مولاي إدريس هو اللي أسس مدينة فاس. شنو نقول لك؟ كيجيو في هذا الموسم ديال المولد النبوي 15 يوم الشرف على مولاي عبد السلام، يدعوا مع سيدنا، يدعوا مع سيدنا ويحيوا الليله بالذكر وبالصلاه المشيشيه، ويزوروا من اقطاب العالم كامل والعالمين فين ما كانوا، يعني برا من المغرب وداخل المغرب يدخلوا يزوروه. هادشي اللي كاين، هادشي اللي غنقول لك. والله يحفظنا في بلادنا ويحفظنا في سيدنا، والله ينصرو، والله يشافه، الله يشافه. امين امين. هذا هو الدعاء اللي كان كيدعي به مولاي إدريس. اللهم انك تعلم اني ما اردت بنا هذه المدينه هو زيد ولا مباهات ولا مفخره ولا رياء ولا سمعه ولا مكابره، وانما اردت ان تعبد بها ويتلى بها كتابك وتقام بها حدودك وشرائع دينك وسنة نبيك. هذه الساحة ديال مولاي إدريس، هاد البنيتة كتبيع هاد الشي ديال مولاي إدريس. سميتك؟ فردوس. فردوس، الله يسخرك. هذا في المغرب.
هذا الشباك ديال موليدي. ايه كان كيصلي هنا. ايه هما ما بغاوش يخليو شي واحد يبقى يخلي بلاصتو، عملوا فرق بينهم الشباك هنا حيت الصلاه لله. اه كان كيصلي هو هنا. هو كان كيصلي هنا. هو كان كيصلي هنا. كان كيصلي هنايا. جا هما البلاصتو اللي خلف على حد شدوه عملوا الشباك هنا عملوا شجر. فهمتي هذه المحل ديال سيدنا الله يرزقكم السلامه والعافيه وتسلموا له الارتب الخرافيه بجا سيدنا محمد خير بقي بجا تشام وبركو سعيد يدخل عليكم الاجزار والاخلاق يبعد عليكم جميع الشياطين ويشوي الجن ويفتح لكم ابواب الخير والتيسير بجا الوالد العايش الله يسلك سلوك بلادي معهم اللي ميت الله يرحمهم وحمزه نعم سني وجعلوا في ديابه سيدنا محمد على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين جعل ذات الدوايج كن علينا وعليك حجة مستورة. آمين. سبحان ربك رب العزيز عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. هنا المكان ديال التمر والجوز الفاكهة الفواكه الجافة على أنواعها وأشكالها. هذه باب الشماعين وهذه باب القرويين. القرويين هذا الباب وحده من 17 الباب ديال القرويين. هذا الجامع اللي نشاته فاطمه الفهريه. هذه القرويين من الداخل. هذه ساحة القرويين. هذا جناح النساء. هذه زنقة بوطويل وهذا السيد هذا كيبيع العصير والحلويات منذ زمن بعيد مشهور جدا اللي جا لفاس مدينة قديمة ضروري يشرب العصير عنده معروف بوطويل. هذه أزقة المدينة القديمة. شهر منطقة فاس معروفة بزاف سميتها الصفارين كتسمع فيها الطقطاقة كيتصنعوا فيها الأواني النحاسية اللي ولات مشهورة في العالم كامل كسرولات طناجر صحية بزاف فيها الطنجير ديال الخليع هذا هو اللي كنديرو فيه الخليع فيها القطارة ديال الزهر منها تيتم الكراء ديال القطارة الزهر هي هذه القطارة كنسبق لي وحضرت لكم كيفية تقدر ماء الزهر في المنزل. وفي وسط منها شجرة قديمة جدا تهي. هذه باب مكتبة القرويين والقرويين هي أقدم جامعة في العالم وفيها مخطوطات ديال آلاف السنين قديمة جدا قديمة. الموسيقى المشهورة في الصفارين ديال ان ديال الصناعة ديال النحاس. هذا الطبسيل اللي كنضربوا فيه الورقة شحال كيدير هذا الطبسيل؟ 4400 والصغير ديالو اقل الكبير. هذه الطنيجرة ديال النحاس.
ديال الزهر هذا الطنجير ديال الخليع هاد الموسيقى ديال بوزوبع مغني الآلة والملحون الشهير رحمه الله هادي كيمضيو فيها السكاكن مشهورة بزاف قديمة خصوصا في العيد الكبير كنبقى الصباغين تيصبغو فيها الحوايج القدام اللي عنده شي جاكيطة ديال الجلد قدامت ما تيلوحاش طبعا كتو عاد الثروة هي بالنسبة له كيجا كيصبغها وكيعاودها تبعو فيها الأتواب صوري حتى انا الى بغيتي كاع صوري ما ها انا سيدي تبارك الله عليكم الله يبارك فيك على الله يخليك الله يبارك فيك هنا كيتباعوا التواب هنا الاتواب منين انت من السلامة انا من فاس من فاس ايوا هذه بلاصه هذا رياض جحا هذا رياض جحا هذا رياض جحا وهذاك الشارع خبط القلب فهمتي؟ اها هنا تيتبيعوا الاتواب ديال كل شيء جميع الاتواب خصوصا الطرازات كيجيو يشريو تشوف اياش جيم وديك لاطوال وتوب الجلالب بالجمله كتبيعوا بالجمله كاين اللي تيبيع بالجمله وكاين اللي تيبيع بالتقصيد كاين اللي تيبيع بالديطاي وكاين اللي تيبيع بالجمله هادو الشرابل ديال الجلد هادو الشراب اللي تيتلبسو مع اللباسي هاهما تاع البركة طابليات هاهما لي طابليات هادي زاوية سيدي أحمد تيجاني معروفة فاس هاد المحل هذا فيه تريات تقليديين دي زاباجور ديال المحل النحاس كله صنع يدوي بالنحاس كلشي صنع يدوي بالنحاس سميت هاد المحل فنوس فنوس محل تيصنع النحاس اواني نحاسية كله يدوي الفنان هذا فنان هذا محسوب هذا فنان تبارك الله انت هو اللي كتنقش النحاس ياك سيدي تبارك الله الفانوس المغربي هادو مجوهرات قديمة تقليدية هادو مجوهرات قديمة تقليدية
the case they love this shape. And I had just a couple days ago for British family. They love this work. They like it in this smaller, because they have a small apartment. And I had pictures for them. هذه ساقية ساقية تقليدية ديال الماء مصوبة بالزليج البلدي سميت المحل باش الناس الا بغاو يجيو عندك محل هنا تسمى الزاوية محل الزاوية محل الزاوية ديال الصناعات التقليدية تيجان مرحبا بك الله يبارك فيك هنا في المغرب ها وهذه الطبلة هذه كلها نحاس وهذا المشربين هذه جلسة عربية 100% تقليدية هادشي في الحقيقة رائع رائع هادشي ما عنده ثمن في الحقيقة ما عنده ثمن هذه مدرسة العطارين من أقدم المدارس في فاس شوفوا 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 الحيط كيفاش مصوب أنا تعقدت أول نوبة كندخلها بخبركم وخا أنا ساكنة في فاس حيت السياحة شكل والسكن شكل آخر السكن شوفوا الباب شوفوا الباب واش دابا هاد الباب هادي في نظركم عندها ثمن اللي بغى يشريها واش عندها شي ثمن شوفوا النافذة احنا ولينا نشوفوا غير الالومنيوم اللي حدانا قبالتنا في الهواء الطلق regardez bien The not touch ممنوع اللمس الحيط مكتوب عليه المحل كيبيع البراغي ديال الاتاي قدام ديال الفضه السواني وهاد السواني وهادو ربايع ديال اتاي وحبوباتاي والسكر قدام العروسه كانت زمان ملي كتزوج لابد تدي معاها هذا هو سيري دلواني اللي عندنا حنا اليوم كتحطهم في باب الصالون وكتغطيهم ب منديل مطروز بطرز الغرزه هادو مرايا Thank you.
نزل لي الجبل دي وبالنحاس هادو معايات هذا سطل الحمام زمان العروسه كانت الاشياء اللي كانت كتشري هاد السطل ديال الحمام بالطاسه ديالو هذا الطاس ملي كيجيو الضيوف كنغسلو لهم يديهم به ما كيمشيوش للحمام قوت الضيف اللي كان عنده واحد القيمه هادي مبخره هادو السواني الانواع والاحجام هادي قطاره ديال الزهر تنديرو فيها الزهر تنرشو بها الناس مبخره هادو الطبوقه كانوا زمان كيديرو فيهم الحلويات وكيغطيوهم هادو كيسان تقليديين هاد الساقية هادي يمكن لكم ديروها ديكور في الدار وكتشعل الضو في هاد الفنار هذا بالليل والماء كيبقى كيدوز فيها وكيهبط كيهبط من هنا هادو العماريات ديال العرائس العروسه الا ما دارتش في العماريه بحال ما دارت شي العرس بحال ما تشوهتش بالالوان بجميع الاشكال هذه الزواقه ديالو راه هذه الزواقه ديال هذيك اللي هادو العماريات لا صوريها باش ماشي تقول لي ما عطيتينيش انا هادي كل الفوتاي مع المراه ياخذوا هذاك حسني دابا نحاول لهم هذا الفوتاي هذا ندير هذا وندير الفوتاي هذا فوقاش هاد الجيمور انا ما نجيش انا المراه ترونسبور هذا ديالو ماشي مشكل هذا كيبان من الناس هذه الجلسه ديال العروسه فين تتبرز العروسه بالاشكال نجمعوا نباليوها لكم نخليوها حنا كي كنديروا مع الناس كي كيعطينا العربون كيعطينا العربون هذا دار الطرز هاد البلاصه هادي كيطار ديال الصناعه التقليديه ديال الطرز فيها نساء تيطرزو في عين المكان طرز الغرزه هادو خديتيات
نو هادو مني دلات ديال الطبلة هنا فين كيطرزو هنا فين كيطرزو باليد هذا يزار ديال الطبلة في الأسود وكين كين بزاف ديال الألوان شكرا لخطك شكرا بزاف هذا كين جميع الألوان هاد طرز الغرزة هذا قرب ينقارض لأنه قليل بزاف اللي كيطرزو هما الألوان اللي فيه هذا يزار ديال غرفة النوم بالألوان السلام عليكم سي احمد وعليكم السلام عليك مرحبا بنا عندك تبارك الله هذا الحانوت هذا غزال بغيتك تعرفني على لي برودوي اللي كتبيعو دابا هنا بالنسبه حنايا تنديرو هنايا مسته مسته حره ايه بحال دابا هذه مسته ديال المضيق وهذه مسته ديال البخور بخور ودوازات هاي تيدقوها تيدقوها كاين عاوتاني الانواع ديال العود الاشتراط ديال العود كل حاجه والعود بحال دابا هذا ديال سنغافور كاين ديال ماليزيا كاين ديال اندلسيا وكاين هذا سميتو ديال الوزغي احسن من الثاني هو الوزغي العود الوزغي العود الوزغي احسن من الثاني واغلى ما كاين واغلى ما كاين بطبيعه الحال كاين عاوتاني سرغينه بالانواع بالانواع كاين اللي فيها ملونه وكاين اللي صفراء عاديه وكاين هادو عاوتاني العطور عطور ديال الياسمين شو سميتها الورد الزهر العود المسك كاين مبخرات عاوتاني بطبيعه الحال بالنسبه للاشياء اللي كيستعملوا النساء في التجميل كاين بحال دابا لي ماسك ديال الوجه بحال دابا غاسل الابيض كاين هذه التوتيات تصلح بحال ديودورون اييه كاين عاوتاني الزيت اردام كاين هما عاوتاني الطبيعي هادشي كله نصوب طبيعي طبيعي كاين الغاسل عاوتاني هو الغاسل نديرو له المبالاج ديالنا حنايا هذا كيستعملوه النساء في الحمام والعكار البلدي حتى الفاسي هو هذا باش تعرف المراه العكار الفاسي ماشي مزور شنو هو الصراحه ما بقاش طبيعي البري ما بقاش قايم مزيان وبقى العادي لان ديك الشجره ديالو اللي كانت شحال هذه ما بقاش انقرضت انقرضت هذه هذا شيء طبيعي هذا المحل سميتو حلويات اهل فاس التقليديه الاصيله عند السيده نزهه اللي بغى النوكاع لحقها وطريقها يجي عند السيده الفاسيه نزهه حلويات اهل فاس التقليديه الاصيله خيوه هديه تقدمها ايها الزائر الكريم مرحبا بكم الله يبارك فيك النوكا بانواع هذه الزنجلان اللوز كاوكاو النوكا البيضاء جبان الفقاص شميعات هذا ورد بلدي هذا في اليوم كثر ياك هذا في اليوم كاين جميع كلها على حسب جيبو كاين النوكا بانواعها هذا تعيطو له جبان هذا جبان اللي كان كيتباع في باب المدارس زمان في العود العويد هذا الفقاص كيتباع بالكيلو المالح والحار الزعتر
شكرا للي خطيك. هذا المحل هذا ديال صناعة الشموع التقليدية ديال فاس اللي كيتباعوا في باب مولاي ادريس الحرم في الحرم. وهذا السيد هذا هو اللي كيصوب لنا الشميعات. تبارك الله عليك وشكرا على الاستقبال ديالنا عندك. مرحبا. دابا بغيتك تقول لي هي الطريقه باش كيتصنعوا الشموع. اسمع لالا كنجيبو بحال هكا ها هو هنا. هذه الماده الخام ديالو. الخام ديالو كنذوبوه. كذوبوه هنا. كنذوبوه. دابا هذا الشمع مذوب. وعاد كنبقاو نخرجوا به القياسات اللي بغينا حنايا الصغار الكبار. دابا هذا صنع الاولي. الاولي هذا الاولي. من هذا المحل هذا كيخرجوا الشميعات ديال مولاي ادريس. هاد الصباغه باش كدير الالوان ديال الشمع. الالوان. شحال هادي من عام وانت في هاد الصنعه هادي؟ صغري هادي دابا راه غير نعقل. دابا راه هادي راه طالعه في 40 عام هادي. تبارك الله. روحنا شحال المغاري؟ شي 40 عندهم. السي المغاري. المغاري. شكرا شكرا بزاف. حبايبي. هذا فران تقليدي قديم. الناس كانوا شحال هذه كيعجنوا في الدار ومازال ليومنا هذا كيعجنوا كيجيبوا الخبز للفران يطيب. هادو حلويات تقليدية قدامين. الحلويات اللي عشنا بها وتربينا عليها كانت هي اول الحلويات اللي تذوقناها. ما كاين لا بسكوي جو كوند ولا بسكوي فينونسيي ولا بريستيج. شحال هذه من عام هذا الفران هنا سيدي؟ راه عنده شي جوج قرون. دابا جوج قرون. اه واو واو. القراشل شكون جاب لكم؟ واش القراشل ديالكم ولا الناس؟ كنصوبوهم هنا. كتصوبوه هذه بالسطيله جابوها الناس. الله الله. انا جبدهم تحطو منهم. تفضلوا تفضلوا مرحبا بكم. هذا الله 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 الله. شوفوا الخبز العزيزه. هاد جينا مع البسطيله. مع الخير. مع الخير كله. واو شي مناسبه هذه. شي مناسبه. هذا واحد العرسيه. اسيدي الله يعطيك الخير. مازال الخير. مازال وواقيلا هاد البساطه اللي كفي والجمهور ديال مال فحلو. ناكلو نعاودو ديال الغريبه البهله. الغريبه البهله ها انا سيدي. هذا راه فران تقليدي بسطيلة. داكشي ديال العواد طيب. داكشي بالعواد الخبز عاوتاني خبز طايبه بالعويدات. سميت هاد الفران سيدي موسى. فران سيدي موسى. فران سيدي موسى. هاد الخبز يتباع ديالكم؟ لا هذا ديال الناس. ديال الناس. طيب على العواد. طيب على العواد. كطيبوا الطنجيه طيبوا كل شيء. كل شيء. مرحبا بك. الله يبارك فيك. شكرا بزاف. انا من فاس. مرحبا لك. الله يبارك فيك. هاد السباله هادي ديال سيدي موسى بحال صدقه جاريه كيبناوها الناس باش يشربوا منها. وكيسقيو منها وكيديو كيبداو كاين الماء حاشاك خالد. وهنا مزيان الناس كيعمروا من هنا باش يشربوا. وهنا كنعمروا من هنا باش يشربوا بالله. هذه دار الطبخ. الدخله ديال دار الطبخ. هذه هي الماده الخام الاوليه الهضوره ديال الكبش. شنو كيديروا هنا سيدي؟ الجير كيجيروهم. لا كيشربوا فيها. دير لهم الجير. الجلده كترجع غليظه.
باه الزبده كتغلط في الجير وكتصحاح هذيك ديكوراه صحاح هذاك الجير واحد الماده فاضه انا طالعه للسطح ديال هنا كينشروا الجلوده في السطح هذه دار الطبغ من الفوق هذو من الالوان اللي تيتصوروا في الصور اللي كيتباعوا بحال كارت بوستال المرحله كنت في الزبيج الجلود هنايا في الماء داك بحال فيسين بحال فيسين وكنفتحوهم بحال هاد الطريقه هادي ايه هكا بحال هادو اللي مخططين هنا هما اللي كيبانو في الصوره هنا ايه كنحطوهم هكا كنحطو هادو كنسميوهم بسوطي كنحطوهم بسوطي وكندهنوهم بالجير اها باش كندهنوهم بالجير كنلبيوهم بحال شركة الحوت ايه الجلده على الجلده الجلد على الجلد اها من بعد غدا كنجي كنزولو لها الصويفه بسهوله كتسمى اللغه تصنع القليع كنجي كنقلعو هاديك دهنا لهم كنسميوها التكلاط كلاط ومزولنا لها الصوفة كنسميوها القليع باللغة الصنعة أيه؟ ملي كنجيو كنقلعوهم كنرميو الجلود في هاد لي باسال لي بويض هاد لي باسال لي بويض فيهم الجير أه. الجير من طبيعته كيقول في الجلدة كضرب تما واحد اليومين كضرب النهار الأول كتبات هكا مشدودين كيما رميناهم ولا غدا كنجبدوهم كنحطوهم عاودو كنردوهم ولا غدا عاوتاني كنجبدوهم كنحويو ديك الجير هذاك كامل تما على قولة الله أكبر لا إله إلا الله كنديرو جير واحد آخر جديد وما جديد فهمتي كيولي الجلده بيضاء وغليظه مبره والجلد اللي كيطول عندكم هنا عندنا هنايا الجلد ديال الغلمي كيضرب ديك الشهر شهر ونص في هذا البرد شهر ونص عندنا الجلد ديال البغري كيضرب هنايا شهرين شهرين وشي 10 ايام هكا باش يوجد الجلده عندنا الجلد ديال المعزي خصو 4 شهور باش يوجد باش يوجد باش توجد ديك الجلده ديال المعزي ديك الجلد ديال المعزي عنده دو كولور كاين الدوزيام كاليتي ديال المعزي كنديرو به اللون بلون كاسي كيتخدم بورتموني كيما هذا ديال المعزي هذا جلد ديال المعزي بورتموني ولا سويكات صغيرين ولا هكا وكاين البروميان كاليتي ديالو كيتخدم هو هذاك الصفر به كيصاوبو الوجه ديال البلاغي ايه هذاك ديال المعزي والالوان ملي كتجيبوهم الالوان عندنا ما عندناش الالوان حنا قلت لك اللون عندنا الدبغ فيه جوج كاليتيات الدبغ ديال المغرب والدبغ ديال البرازيل الدبغ ديال المغرب كيعطينا اللون بلون كاست والدبغ ديال البرازيل كيعطينا اللون بيض كما هذا هو فين هو ايه وكتبقى لي كولور ديك لي كولور الاحمر لي كولور الاحمر كنشريوه من العطارين حتى هو كيجي من الصحراء حتى هو من منتوجات ميموزا اه حتى هو شي حاجه منتوج غباوي الصفر فيه زعفران فيه ليمون الدق فيه الخل فيه المهم شي سبعه المكونات باش كيتكون هذاك اللون الصفر تما وفي واحد الماده واحد اللون تا هو سميتو الصفيفره كيجي تا هو من الصحراء بحال ارغانا كلشي كيجي من ارغانا شكرا للي خطاك شكرا على هذه المعلومات هنا التريد هادي راه الشراطين هادي هاكا معلم جبن وكلات سوق السمك لا
صورني بالبلا ولو حنا في اليوم باليوتيوب انا معك خذ راحتك الله يسلمك شكرا راحتك فهمتي خذ راحتك تعطي الباب ديال العطاري مسبوسه هي اللي حاطه انوار خان هذا هاد السي العمري هذا بوحدو أنتيكيتي بوحدو تحفة نادرة الوجود المحل ديالو قديم جدا كيبيع من أجود أنواع السمن البلدي الحلوى العسل الحر الخليع كيبيع حتى القطاني باب القطاني الحلوى الفلالية مرحبا بنا عندك السي الفلال اهلا ودن ومرحبا سي العماري الناس صفطونا عندك قالوا لنا من اجود انواع اقريش والخليع عندك والسمن بسبخي وامانة ياك سيدي شحال هذه من عام وانت هنا سي العماري هنا يا ايه سبع سنين تسع سنين في الرصيف حتى راح نبدا باب 87 تبارك الله صلص عني ما شاء الله عليك شكرا لك اشكرك مع الله الله يجعل هذا الشارع ديال الرصيف السوق ديال الرصيف انتردي ديال المراه محمه اولا شي واحد صايم انه يدوز فيه لانه فيه ما لذ وطاب من الشهيوات اللي جبتيه معاك ما كيكفيك ديال الفلوس خصك تشري كل شيء وهذه الغداء بلدية هذا اللحم ديال الراس مبخر مفور بلا صوص احسن غداء على انغام اغنيه الملحول الدمليج الدمليج اللي فيها جميع اسماء الدروبه ديال المدينه القديمه هذه الاغنيه هذه قديمه زوينه بزاف بغيت نعترف لكم اليوم بانني ماشي غير نتوما اللي عجبكم الفيديو انا كذلك استفدت بزاف من هذه الرحله هذه لان الانسان ساكن في شي بلاصه ماشي هي كيديك السياحه فيه وكنشكر بزاف الناس اللي ساعدوني باش درت هاد الدوره هذه في المدينه انا مساريه ماشي سهله وعرفوني بزاف ديال البلايص عمرني ما شفتهم كنتمنى انكم تكونوا استمتعتي والى حلقه قادمه ان شاء الله الى اللقاء